اسمع في هذاك اردوغان يقول لهم هاي كريشن كلكلي الله بارجلي زعما راه والله دار بيشاتي شي واحد ما يعجبو الحال هاك ديال الالمان تقرصت هو يقول لها زعما مدار كيشيك كريشن ماكين لا لا مؤمن مؤمن وداخل شغلو وانت راه عندو شي طنوقة فاتحين مزركتين الله حجر السلامة وصافي داك ديال الميريكان تاع زعما يتفنجج عليه هو يتصاحب لي مع ديال روسيا ها لا لا عارف اما هاك الميريكان اما ما عارفش اللعبة خمجوا لك البلاد من تحتيها تولي تقول فين ياماتك تركيا هاك ديال كوريا كل سيمانة تهدد عليهم بصاروخ خلط من الاخر حاط يدي عليك البطونة ديال القرطاس النووي ويقول لهم قرب قرب ولا قرب الاخر يقول لي انت غادي تطبق علينا بهذا الباطن ديالك راه كنا بباطننا تولي الشقعة تاكل في سايكوكو صوارخ تزغلن فوق من راسك حق صالح شكون صالح؟ صالح ديال اليمين الحوثيين اللي قتلوه هو راه قال لي ما نجيوني على الخاطر ديوني بحوايجي عرفتي باش ضربوه؟ باش ضربوه بقرينة ديال الكبريت على رقبتي ما تعمل الداخل هاك ليبيا اللي سقلو شتي مازال فرنسا غتوقف على المغرب التنوضة غنقول لك انا شو دابا عشت باني نقول في الدوار ديال البحر سي محمد المتوسط المغرب الوحيد اللي باغيين يديروا معاه الطريق ولكن راه ما تفهموش ايه هما قالوا قنطرة المغرب قال لهم تحت الارض باش يجي بها السنطة وحده مع لوتوروت اللي حتى الرباط الا وييه تشوف دابا لوتوروت ديال الدار ميدان ما غتبقاش تجيبها علاش باش نحل لك خطيبيتي ديال سيرواجي وراك حتى اللي ما فهم والو فهمنا دابا الترامواي غادي يزيدوا فيه شحال غيزيدوا فيه؟ وغيزيدوا فيه غيوصلوا للصويرة هذا راه ولا تران هذا وعلاش؟ علاش؟ حيت المهرجان ديال الصويرة غادي يحاولوا الاسفي ويبغيو لهم اسفي وبغاو لهم اسفي ايوا علاش قلت لك فرنسا مازال غتوقف على المغرب والله ما فهمتش حاجة وقلت لك شدو شكون هو؟ داروها في الجورنال داروا لي المينوت ودوه وانت شكون هو؟ ملي داو جبروه ما شو هو اللي دايرها ايوا علاش شدو؟ يتعبوا هو اللي دايرها دابا هما على ما كيقلبوا يقلبوا على اللي دايرها اشنا هي؟ هما عرفوا تا يشدوا اللي دايرها ويقر لهم مالك زربان خلي المخزن يدير خدمته نفخد جلح نفخد والجلح حتى مالك اشعر تدي ما عندك العقود كابح كابح مالك كابح ودي مع اصحابي حنا سير عند ويو شكون اللي قال الدجاج المقلي مسموم العياشي الزقل الزقل اللي قال لهم الدجاج اللي طيب على الفاخر هو اللي يدير الكونسير هذاك الفي الفي دو على طياب الكوكوت اللي يعفن الدجاج واش قال اخر واش قال اخر اش قال اخر اش قال اخر قال لك الدجاج خضر خيار هذا دابا شوف تعلب دابا من يجي ياكل دجاجة كيطيبها لا كياكلها بريشة حيت هو عارف بانها صحية كاينة ولا ما كايناش الله اعلم انا كنعرف تعلب واحد وانت لا كندولك على التعلب ديال بصح انت انا كندولك على ديال بصح وماشي انا خلي انا كندولك على التعلب الحيوان انت انا كنعرف حيوان واحد تعلبوا لا 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 غادي نوضوا لهذا الشيء غادي نوضوا ليه غادي تقاد قال لك دابا المغرب مع الطقس ديالو تبدل والشتا ديالو قلات قال لك كاع الفلاحه غدار توازيح البشاويه داروا رحله الافرار وداروا لي 1000 ريال الصقع ديال العربي عطاهم تمي حطوا واحد العاجب بقى يضربوا فيه الغربي حتى عذبوا على ذاك الحكم الكيلي اللي حكمنا في الماتش ديال الزير فزاد 20 دقيقة حتى ماركو الاخرين عاد صفر مالو ندم اختي تزيدي واحد جوج من هذا ديالي هذا راه تقبط له يلا يدير لاباس حق مولانا لمجهده كاين شي حق او كاين ندم هذاك الماتش ديال تونس مع المغرب ديال 2004 مالو راه غادي يعاودوه ليش باش فغامي ما يطلقش كرة اعطي الباكية كلها اختي اعطيها اعطيها انا درت لاباس اعطي الباكية كلها وجيدي من دوك الليبالي اللي عندو دوك الشاشيات اللي في ماريو وانا لك تتسع فيني دي السيد زوري نهار الجمعة مارو دير العرس نهار السبت الله يدير لاباس خلي شتي هاك النمسا راه ما عندها حتى علاقة مع النمس ما هي مو ما هي اختو ما هي مرتو ما هي والو راه الاشاعات
جامايكا براسها راه كانت لاصقه في افريقيا، ردها على البحر. جيتي شوفاني داخل الله يرضي عليك.